اليوم احنا في قطر علشان بطولة جراند بري. بما ان انا الاولى في قطر، لو ما كانت الجراند بري في الدوحة راح يكون مستواي ثابت، لان نفس اللعيبة كل يوم هم انا العب معاهم اللي هم من دولة قطر. يوم انها تصير في قطر يعني احنا نكتسب خبرة كبيرة، يعني ابطال من اربع المراكز الاولى. واليوم راح يكون تدريبي مع سارة بسباس تحضيرا حق باكر ان شاء الله. اذا بالنسبه لي سارة بسباس الاول في الإبي. لما شفت فاطمه وحكيت معاها عندها شويه تردد وخوف لبكره، فحبيت نحطها شويه في ثقه في نفسها، نوريها شويه حلول انها تنجم تسويهم بكره في المباراه المنافسه نتاعها. عندها شخصيه قويه فاطمه، هذيك الحاجه اللي تخلي معناها الحلوه فيها انها شخصيتها قويه شجاعه. ان شاء الله راح نكون معاها ونشوفها نجي نشجعها. تعلمت انه يعني شلون ادافع، شلون اهاجم، وشلون اعرف رده فعل اللاعب اللي قدامي. ان شاء الله ايوه مستعده على التدريب اللي اعطتني اياه وعلى الكم النصيحه، ونوصل ان شاء الله. طبعا المنافسه في بلد يعني تمثل ضغط كبير، فاكون نيرفس 24 ساعه حتى في وقت البطوله، انه يعني ما اعرف اللي اللعيبه اللي راح العب معاهم واتنافس معاهم. فانا اسوي اللي علي وان شاء الله يعني الشيء اللي اسويه يرضيهم يعني. الفوز كانت صعبة، والدول اللي كانت تلعب معي كانت كبيرة وقوية وايد. قد ما أقدر وحاولت إن أنا أجيب فيكتوار، يعني يكون هالفيكتوار رمزي إن أنا في بطولة مثل هالبطولة كبيرة، يعني حتى لو كان الفيكتوار بسيط تقبل إن شاء الله في السنوات القادمة راح إن شاء الله نتأهل ونكون أحسن من هالسنة. واللي يبي يصير نفسي يعني فرصتها حاليا، وانا راح اساعده، وانا واقفه مع كل بنت قطريه معاي في مبارزه، وتكون احسن مني، مش مثلي، احسن مني ان شاء الله.